شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كأن خلف هذا التسجيل وضع الفيديو غير مناسب. فالتسجيل هو أقسام الذبح، نعم، من شرحكم على كتاب نواقض الإسلام، تمام. لكن هذا الفيديو عن أحكام الأضحية، نعم، كأنه حصل خطأ هناك. إن كان هناك الإمكان حتى يعني نحذف هذا الفيديو خلف هذا التسجيل لكان يعني أفضل فيما أرى. بارك الله فيكم.